السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير الفلاحي او الفطير المشلتت اللي حضرتك شايفاه معايا ده في منتهى الجمال. حاجه كده وهم جميل جدا جدا، بسيط وسهل وسريع، مستوي من القاع، مستوي من فوق في منتهى الجمال. هنعمله مع بعض باذن الله بدون استخدام دقيق وبدون عجن وبدون اي مجهود. ايه اللي ملهاش في العجن خالص ان شاء الله هتعرف تعمل فطير وتنجح فيه، واللي ملهاش في ان هي تستخدم الدقيق برضو ان شاء الله هتنجح فيه. هنستخدم النهارده مع بعض مكون سري سحري في منتهى الجمال، هيديني نفس النتيجه واحلى كمان واسرع، وبيكون موفر معايا في الوقت وفي المجهود، وكمان الفطير بتاعي بيخرج في منتهى الجمال وبيكون مورق بالشكل اللي حضرتك شايفاه معايا ده. ممكن تاكلي جنبه عسل نحل، او ممكن قشطه، ممكن جبنه حادقه او جبنه حراقه، بتبقى جميله جدا معاه في منتهى الجمال. هنشوف مع بعض النتيجه، تحفه ومبهره جدا. مورق وجميل في منتهى الطعامه والجمال. بصوا حضراتكم الطبقات مورق قد ايه، وطري وتحفه وجميل جدا في منتهى الجمال. تحفه تحفه حقيقي. جربي معايا ان شاء الله الطريقه بتاعتي النهارده، وجربي المكون الساحري السري بتاعنا النهارده، هتخرجي باحسن نتيجه باذن الله. الطعم ولا اروع، الريحه خطيره جدا جدا. تابعي معايا ان شاء الله هتخرجي باحسن نتيجه، وان شاء الله هنقول مع بعض باذن الله ايه هو المكون السري، ايه هو كمان المكون البطل بتاع الحلقه بتاعتنا النهارده. حابه اقول اللي يشوف الفيديو بتاعي يعجبه ما ينساش يعمل لايك وكمان شير علشان اكبر عدد من الناس تشوفه، وكمان اكبر عدد من الناس تستفيد بالفيديو بتاعنا النهارده. ولو ما كنتيش مشترك معايا في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتعملي سبسكرايب وتنوريني فيها، وكمان تضغطي على زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي اول باول باذن الله، وتحصلي على اجمل نتيجه. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله وصفتنا سهله وبسيطه وجميله جدا لعشاء الفطير المشلتت او الفطير الفلاحي. تابعوا معايا الفيديو هيخرجوا باحسن نتيجه باذن الله. نعمل مع بعض الفطير الفلاحي او الفطير المشلتت على طريقه جديده جميله وسهله وسريعه لكل حشاء الفطير. يبداوا يعملوا معايا الفطير النهارده باذن الله خطوه بخطوه، من غير ما استخدم دقيق خالص، من غير ما اتعب نفسي في عجن وفرد ولا حاجه خالص. هستخدم معايا النهارده المكون السحري بتاعي، هو عجينه الفيلو او الجلاش، ده ما بيتقال عليه في بعض الدول العربية عجينة الفيلو او عجينة الجلاش. تمام، ده بيتجاب من عند الحلواني اللي بيبيع او الكنفاني، معنا صاحب بيبيع الكنافة وبيبيع القطايف وكمان بيبيع عجينة الجلاش. تمام، معايا الباكت ده في حدود نص كيلو، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، احط عليها نص كوباية من الزيت، فضل يكون زيت بر او زيت عباد. وكمان هنزل بنص كوباية من الزبدة بكون مسيحها، انزل بالزيت والزبدة على معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام، وابدأ اقلب، وهنزل كمان بسم الله الرحمن بكوباية من الروب او الزبادي بالشكل ده، وابدا اخلط المقدار بتاعي كله على بعض. هو ده الخليط بتاعي اللي انا هستخدمه علشان اعمل الفطير النهارده بطريقه سهله وسريعه من دون ما اعجن ولا استخدم دقيق نهائي. تمام، حابه اخد عجينة الفيلو بتاعتي او الجلاش، وابدا ان انا اقطعها بالشكل ده. ونبقين. وهبدا استخدمها، لكن قبل ما استخدمها هبدا ان انا اشيل طبقتين منه او ورقتين منه على جنب علشان هستخدمهم في اخر الوصفة بتاعتي. تمام، هبدا اخد ورقتين اتنين كده، هغطيهم بفوطة مطبخ نضيفة بعيد عن استخدامي خالص. هبدا
وحتى استخدم الكمية بتاعتي بالشكل الآتي. معايا الصينية بتاعتي مقاس 30، وهبدأ أحط الخليط بتاعي ده علشان استخدمه للتوريق، ولكن حابه ان انا ادهن قاعده الصينيه بتاعتي. بماده دهنيه بعيد عن الخليط ده تماما، هاخد كده في حدود معلقه صغيره من الزيت ده او الزيت، وببدأ ان انا ادهن الصينية بتاعتي قاعدة الصينية بالشكل ده. يعني قاعدة الصينية انا مش بدهنها بالخليط اللي انا عملته، لا بدهنها بزبدة او زيت فقط. وهبدأ اخد ورقتين من الجلاش بتاعي. بسم الله الرحمن، او ورقة ورقة، اللي حابب ورقة ورقة تمام، حابب ورقتين ورقتين مفيش مشاكل. ببدأ ان انا اخد نص الورقة احطها جوه الصينية بتاعتي، والنص التاني من بره. ولو نلاحظ الخليط بتاعي تفاعل وبدأ ان هو يهيش معايا بفعل معلقة البيكنج باودر، وببدأ ان انا انزل كده اخد الفرشة بتاعتي افضل علشان اعرف ادهن بيها كويس. تمام، هاخد الورقة الثانية احطها معاها الناحية الثانية خالص، برضو احطها في نص الصينية بتاعتي بالشكل ده. تمام، عشان بس يكون الوضع واضح قدام حضراتكم بالشكل ده، بحط النص في قلب الصينية والنص الثاني خارج الصينية بتاعتي، وابدأ اخد جزء من الخليط ده وبشرب بيه الجلاش بتاعي. اخدت واحدة يمين واحدة شمال، هاخد واحدة من اعلى وواحدة من اسفل. ازاي؟ هنشوف مع بعض. برضو هبدأ اخد ورقة كده واحطها في نص الصينية بتاعتي، بمليها كده بالشكل ده، والنص التاني بخليه موجود بره الصينية، وابدأ برضو انزل بالخليط بتاعي جوه الصينية بتاعتي. تمام، بنفس الكيفية برضو اخد ورقة تانية وهبدأ برضو احطها في الصينية، نصها جوه الصينية والنص التاني ده بيكون بره الصينية. تمام، ابدأ اسكنها كده من غير ما اقطع الجلاش، اكون حريصة جدا هو ما يقطعش معايا. وهبدأ برضو اخد الخليط ده واشبع بيه الجلاش بتاعي، وهكذا. وكررت الموضوع ده مرتين، وكل مره باخد قطعه الجلاش او ورقه الجلاش بتاعتي وابدا ان انا انزل بيها في نص الصينيه، وبخلي الطرف النص التاني على الطرف كده، بعملها كروس في القاعده، بعمل واحده من اسفل واحده من اعلى، وبعمل واحده يمين واحده شمال، وببدا ان انا انزل بالجزء اللي موجود في الخارج، ببدأ ان انا ادخله كده واخد برضو الخلطة بتاعتي بالشكل ده وبقفل بالشكل ده وبقفل. والشكل ده وبقفل برضو، بقفلها جزء جزء. واحدة واحدة كده، وفي كل مرة وفي كل تانية بحاول ان انا اخد مسحة بالفرشة من الخليط اللي انا عاملاه، واكون حريصة ان انا مقطعش الجلاش بتاعي خالص. تمام، قفلت كده يمين وشمال، هبدأ اقفل فوق وتحت بنفس الشكل، باخد الانصاص اللي انا سايباه في الخارج واقفل بيها بالكيفية دي كده، بحيث تاخد الشكل المستدير بتاع الصينية بتاعتي. تمام، كررت الموضوع ده في كل اتجاه، عملت ورقتين وانا شايلة ورقتين كمان، قلت هقول لحضراتكم امتى هستخدمهم في اخر الوصفة.
سنين حتى اخد الورقه الاعلى وهكذا. احاول ان انا اقفلها صح. اشفع الكولاج بتاعي بالخليط ده واخد اليمين نفس الوضع برضه، بثني بظبط عشان يكون الشكل في النهاية معايا مستدير بنفس شكل القالب بتاعي اللي انا مستخدماه او مستنية. تمام. طب بقفل كده بنفس الشكل، هبدأ ان انا اقفل عليها بالشكل ده. افرد وانا بثني بفرد علشان ما تبقاش فيها حاجات مكلكعة. تمام. طبعا الزجاجي او الروب او اليوغرت بيكون له تأثير سحر معايا في الوصفة دي، بيديني طراوة وهشاشة في منتهى الجمال. طبعا انا بكون مسخنة الفرن بتاعي على 180 درجة، هبدأ اخبز على الرف الوسطاني. تمام. هبدأ اخد الورقتين اللي قلت لحضراتكم عليهم ان انا سايباهم في الاخر، هبدا ان انا احطهم كده وهقفل بيهم الفطيره بتاعتي، وهبدا اخد كل الفطيره كده هبدا ارفعها كده من الجنب عشان تكون الرؤيه واضحه. هرفع كده من الجنب وهنزل الفطيره الجزء بتاعي كده بتاع الجلاش، هقفل بيها عشان تديني الشكل المستدير. تمام. اهو زي الفل في كل الاتجاهات. هعمل كده، هبدا ان انا اخد الفطيرة بتاعتي واقفل كده بالشكل ده. ما حاولش اخليها تكون سميكه قوي علشان تكون مستصاغه، ما يكونش حجمها زايد عن اللزوم. طبعا لما بتدخل الفرن هتورق معايا وهنشوف مع بعض كل حاجه خطوه بخطوه. تمام زي الفل. هبدأ بقى ان انا اشبع الفطيرة بتاعتي بنفس الطريقة برضو كده بالخليط ده، وهبدأ ان انا اخبز على 180 درجة في الرف الوسطاني لغاية اما تلون معايا من فوق ومن القاع، وهتبقى فطيرة في منتهى الجمال. اظبط كده زي الفل، هخبزها ونشوفها بعد الخبز بإذن الله. وطبعا معايا كمية من الدقيقة معايا في حدود نص الكمية بتاعتي، ممكن أعمل منها فطيرة تانية كمان هتبقى زي الفل. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، تحفة وجميلة جدا ما شاء الله، مورقة وعالية في منتهى الجمال. هنشوفها بعد ما تهدى تماما ونقطعها مع بعض، حاجة كده ولا في الخيال، أحلى كتير جدا جدا من العجن، وكمان استخدام الدقيق والحاجات اللي بتبقى محتاجة مجهود ومحتاجة مهارات عالية، دي مش محتاجة مهارة خالص خالص. إن شاء الله بعد ما تبرد هنقطعها مع بعض ونشوف شكلها النهائي في طبق التقديم. ايه رايك بقى في الفطير الفلاحي بتاعنا او الفطير المشلتت؟ عملناه مع بعض خطوه بخطوه، طلع في منتهى الجمال، نستين من فوق ومن تحت زي الفل ما شاء الله زي الفل. القاع بتاعه لونه وردي وجميل جدا، وكمان من فوق جميل جدا معايا وهش وطري وفي منتهى الجمال ومورق. يا ريت يكون الفيديو بتاعي عجبكم، يا ريت اكون وضحت حاجات كتير جدا مهمه. عرفنا ازاي نعمل فطير بدون استخدام دقيق، بدون عجن، بدون ما اتعب نفسي ولا اجهد نفسي خالص، من حاجات بسيطه موجوده عندي. عملت اجمل فطيره في منتهى الجمال. يا ريت يكون الفيديو بتاعي عجبكم. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.